نادي سعودي يخطف حسين فيصل لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب نادي سموحه الحالي ولاعب ايضا المنتخب الوطني. الخبر الثاني معنا وهنتكلم في كل تفاصيله وهو موضوع انتقال محمود شبانه لاعب نادي الزمالك واللاعب الغير مقيد في نادي الزمالك الى نادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري يا جماعه عايز ياخد اللاعب ده باي طريقه، علشان كده بقول لك اسمع الفيديو ده للاخر واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو ده. وتعالوا كده سريعا نروح نشوف قصة حسين فيصل اللاعب المتألق، اللاعب اللي حصل ندم كبير جدا في نادي الزمالك علشان تخلوا عنه بالمجان، وحط تحت الكلمة دي او الجملة دي كده بين قوسين وحط تحتيها 3-4 خطوط لانها كلمة مهمة جدا لما لاعب زي كده يرحل بالمجان، علشان خاطر طبعا هتلاقوا فيديو نازل فيه في كل التفاصيل ده عشان خاطر ابن مسؤول في نادي الزمالك وكلام كتير جدا، ولكن مش ده موضوعنا. نادي الاتفاق السعودي يا جماعة متمسك جدا بضم حسين فيصل، على فكرة في نادي في الدوري الاماراتي ايضا متمسك جدا بضمه، ايضا نادي الزمالك متمسك جدا بان اللاعب يرجع تاني لنادي الزمالك. وبالفعل في مصادر من نادي الزمالك بتقول لك ان امير مرتضى منصور بيحاول يشوف طريقه معينه يدخل بيها لنادي سموحه علشان يضم اللاعب، لان طبعا المهندس فرج عامر استغل فكره ان هو اللاعب خلاص هيمشي من نادي الزمالك فراحوا راحوا اخذ اللاعب، وبقى اللاعب لاعب في نادي سموحه دلوقتي. فدلوقتي نادي الزمالك بقى على فكره الفترة اللي مشي فيها حسين فيصل من نادي الزمالك كانت فترة حسين لبيب وفترة أسامة نبيه والفترة دي، يعني كلنا عارفين التفاصيل دي، ولكن طبعا دلوقتي نادي الزمالك عايز يرجعه تاني فترة المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور عايزين يرجعوه تاني. وبالفعل على فكرة بيحاولوا بشتى الطرق علشان يوصلوا لحل معين مع نادي سموحة علشان يرجعوا اللاعب، ولكن اللاعب يا جماعة بالفعل متألق وأندية كتير جدا مراقبة اللاعب وبعت الوكلاء بتوعهم علشان يشوفوا اللاعب مع المنتخب وأيضا مع نادي سموحة، ولكن مفيش حاجة أساسية لحد دلوقتي، مفيش حاجة أساسية بالنسبة للنادي الأهلي أيضا، عشان كده بجيب لكم جبت لكم كل التفاصيل بتاعت موضوع انتقال حسين فيصل للأهلي أو للزمالك أو لأي نادي تاني بره. بالنسبة للنادي الأهلي مفيش أي مفاوضات رسمية راحت لحسين فيصل بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن في من نادي الزمالك. على فكرة أحمد يحيى وأنا شخصيا اتكلمت في الموضوع ده، أحمد يحيى وكيل أعمال حسين فيصل قال لك إن مفيش أي مفاوضات من الأهلي أو من الزمالك، ولكن الحقيقة هو في من الزمالك، ولسه تقارير دلوقتي النهاردة بتقول ان في فعلا من الزمالك وامير مرتضى منصور بيحاول بشتى الطرق علشان يوصل لحل مع نادي سموحه. ده باختصار كده قصه حسين فيصل. في مفاوضات كتير من انديه كتير، ولكن اي جديد هيظهر هتلاقوه هنا على قناتي على اليوتيوب، علشان كده بقول لك اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اما بقى عن محمود شبانه والاتحاد السكندري، نادي الاتحاد السكندري بيفكر بطريقه كده يعني عقلانيه شويه، بمعنى ان هو دلوقتي بيقول لك ان اللاعب كده كده مش مقيد في نادي الزمالك، احنا ليه ما ناخدوش مثلا ما ناخدش اللاعب، لان كده كده كابتن حسام حسن بيقول انا عايز مدافع كويس زي محمود شبانه، ومتمسك جدا بفكره ان يجيب محمود شبانه لنادي الاتحاد السكندري، ولكن نادي الزمالك لسه ما اتكلمش في اي حاجه، وايضا هو نفسه محمود شبانه ما اتكلمش في اي حاجه، والمفاوضات عباره عن مفاوضات كده نقدر نقول يعني اجتهادات او مفاوضات عشوائيه بمعنى صح، ما فيش حاجه اساسيه وما فيش حاجه اكيده. اي اكيد او اي جديد في الموضوع هتلاقوه هنا برضو على قناتي. لو انا بعد ما قفلت الفيديو ده لقيت الموضوع اتغير هتلاقوني طالع في فيديو تاني بعديه واقول لكم حصل كذا وكذا وكذا، علشان كده بقول للناس اي حد دلوقتي بيتفرج عليا يا ريت يعمل اشتراك في قناه ويفعل زر الجرس. وطبعا باختصار كده كان موضوع حسين فيصل وانتقاله الى الاتفاق السعودي، لسه ما فيش جديد ولكن في مفاوضات بالفعل. اما عن محمود شبانه الاتحاد السكندري متمسك بيه جدا ولكن ما فيش رد اكيد. ده كان الفيديو باختصار، اشترك في القناه وفعل زر الجرس.